بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين. سيد رئيس محافظة السامية للأمازيغية، سيد مستشار ممثل وزير وزارة الاتصال، سيد مدير الإذاعة والتلفزيون الوطنية، سيد مدير وكالة الأنباء الجزائرية، السيدة المحترمة مديرة المؤسسة الوطنية لنشر الإشهار، سيد مدير البث الإذاعي، السادة الحضور مديري المؤسسات الإعلامية الوطنية، كلكم بمقامه ومنزلته ورتبته، السيدات والسادة الحضور أعضاء الأسرة الإعلامية، أيها الحضور الكريم، في البداية بودي أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي بتمثيل وزارة الدفاع الوطني بالتواجد بينكم في مقر الإذاعة الوطنية بما تحمله هذه المؤسسة من رمزية الكفاح والنضال إبان ثورة التحرير المباركة، فقد كانت صوت الجزائر المكافحة وولدت كما ولد الجيش التحرير الوطني من رحم الأزمة الجزائرية، ولدت كما ولدت قلت من رحم الأزمة الجزائرية، وأنا بينكم في هذا المقام، والجزائر تعيش على بعد أيام قليلة الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. يسرني أن أقدم إليكم باسم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونيابة عنه بتشكراته الخالصة وامتنانه على ما تفضلتم به للمؤسسة الجيش بإهداء هذا الأرشيف التاريخي السمعي الثمين إلى وزارة الدفاع الوطني، والتي ستكون بلا شك عند حسن ظنكم في الحفاظ واستغلال هذا التراث الثري، والذي هذا الهدية التي توثق لأحداث تاريخية ومراحل هامة في مسيرة ثورتنا المجيدة. إن هذا اليوم بلا شك سيكون محطة تاريخية هامة ولبنة إضافية لتثمين تاريخنا الوطني المجيد والحفاظ على الذاكرة الوطنية. فإذا كان في تاريخ الشعوب والأمم أيام مجيدة تحييها بخشوع واحترام، فنحن اليوم إذ نتأمل في حاضرنا ندرك يقيناً أن وحدة الشعب الجزائري وتلاحمه وتراسه كانت دوماً العمل الحاسم في الحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وتماسكه في أحلك الظروف وأصعب الأزمات. إن هذه المبادرة الكريمة التي قامت بها هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة الإذاعة الوطنية، تندرج في صلب رؤية السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الحريص على تثمين الذاكرة الوطنية والحفاظ على هويتنا الوطنية وترسيخ قيم تاريخنا المجيد الضارب في أعماق التاريخ والحافل بالبطولات والأمجاد لدى الأجيال، حيث أكد دوماً على ضرورة النهل من زخم قيم الذاكرة الوطنية لمجابهة تحديات الحاضر ورهانات المستقبل حفاظاً على الجزائر وعلى أمنها ووحدتها واستمراريتها. أيها الإخوة الحضور الكرام، فلتكن هذه المناسبة السعيدة ونحن كما قلت في البداية على أبواب الاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، فلتكن مناسبة سعيدة محطة لتعزيز أواصر التعاون القائم بين مؤسسات الدولة الجزائرية وبصفة خاصة في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومؤسسة الإذاعة الوطنية، وسانحة أيضاً لتثمين رصيدنا التاريخي الثري وحفظه صوناً لقيمنا الوطنية وترسيخاً لروح الانسجام ووحدة الأهداف السامية التي نصب إليها جميعاً. في الختام أجدد مرة أخرى باسم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونيابة عنه، أجدد لكم أسمى عبارات الشكر والامتنان
على هذه المبادرة الطيبة، سائلاً العلي القدير أن يمن علينا وعليكم جميعاً بمزيد، وعلى الجزائر بصفة عامة، بمزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الوطن والحفاظ على الذاكرة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار ومزيداً من الرقي والازدهار. وقبل أن أختم كلمتي، أتوجه بالشكر إلى السيد مدير الإذاعة على هذه اللافتة المعبرة والتي هي في خدمة الذاكرة الوطنية، فمشكوراً على هذه المبادرة وعلى هذه اللافتة الطيبة. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير البلاد والعباد إن شاء الله، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وشكر لكم على ما بذلتموه أولاً وعلى ما قدمتموه ثانياً، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.